Thank you.
الله الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شرار ومنه شجر فيه تسيمون. نحمده سبحانه وتعالى حمدا مكرين بنعمته ولا يشكرون، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما تامين متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. في هذه الآية الكريمة امتن الحق سبحانه على عباده بنعمة الماء التي هي نعمة كبرى ومنحة عظمى يتوقف عليها وجود الكائنات الحية كلها. كيف لا؟ والماء هو إكسير الحياة وسر النماء، ولذلك حث الله سبحانه وتعالى عباده على شكر هذه النعمة العظيمة بقوله: فلولا تشكرون. وهذه صيغة حث وأمر ووجوب، أي اشكروه على هذه النعمة ولا بد. وشكر النعمة ضامن لزيادتها واستمرارها، ويكون الشكر بالقلب واللسان، ويكون بالعمل خاصة، وذلك بالإقبال على ما يرضي الله والانتهاء عما أمر باجتنابه. وكيف لا وهو سبحانه الذي يمدنا بالنعم، فالذي يليق بنا هو الخوف من زوالها، كما قال سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالشكر على نعمة ما لا يكون إلا بالمحافظة عليها وعدم الإسراف فيها. فالمؤمن مطالب في سائر الأحوال بالاقتصاد في كل أموره وفي أمر المال على وجه الخصوص، وذلك لأن الماء قيمة مشتركة بين الناس، فلا يحق لأحد الإسراف فيه وإباحته فوق حاجته، لأنه بذلك يضيع حقه وحقوق الآخرين ويؤدي إلى إزالة تلك النعمة بتبذيرها. أيها المؤمنون، إن ديننا الإسلامي الحنين ينهى عن الإسراف والتبذير في سائر الأمور عامة وفي المال خاصة، ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فلو أخذنا مثالا واحدا من حياته الشريفة في استعمال الماء لكان كافيا ودالا دلالة واضحة على أهمية الماء
وعدم جواز الإسراف فيه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أندام ويتوضأ بالمد، والصاع أربعة أندام، والمد ملء الكفين معا وهو ما يساوي بحسابنا ثلثي لتر واحد. ومن هذا الحديث وغيره استفاد العلماء أن تقليل الماء في الغسل والوضوء من مندوباتهما، وتكره الزيادة ولو كان المتوضئ على شرط النهر، لما روى الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الإسراف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وفي سنن النسائي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على الثلاث إساءة إساءة وتعديا وظلما. ويتجنب أن هذا الحديث فيما لو افترضنا أن السبعة ملايين من المصلين مثلا عبر المملكة يتوضؤون ثلاث مرات في اليوم، ولو أن كل واحد منهم اعتاد أن يتوضأ بلتر واحد ثم التزم بقدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثلثان من اللتر لتوفر من ذلك في كل يوم ما لا يقل عن سبعة ملايين لترا. ولا شك أن ضعف هذا القدر يمكن اغتساله في الغسل، ولو كان على قدر غسل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. وهذه كمية كبيرة، وقس عليها سائر استعمالات الماء المختلفة، ترى كم كان يضيع من الماء كل يوم بسبب اللامبالاة. وإذا كان تقليل الماء مطلوبا في الوضوء والغسل وهما عبادتان كبيرتان تستباح بهما الصلاة والطواف وغيرهما، فماذا يمكن أن يقال عن الأمور الأخرى كالاستحمامات غير ضرورية وغسل المحلات والأرصفة والطرقات والسيارات، ولا شاك لذلك بخراطيم ورشاشات المياه مما تضيع في الحاجة إليه ونظرته، خصوصا في هذه الظروف والتقلبات المناخية. ألا فلنتقي الله عباد الله ولنقتصد في استعمال الماء ما استطعنا حتى نوفر على أنفسنا وعلى غيرنا ما يسد الحاجة، مع في ذلك من اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعظيم النعمة وعدم الاستهانة بها. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث سيد الأولين والآخرين.
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ولي الصالحين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، إذا عرفنا قيمة المال وأهميته في حياتنا وتطبقنا توجيه ربنا وهدي نبينا في الموضوع، فإنه ينبغي التواصي بتغيير سلوكنا في استعماله ليكون على قدر الحاجة ودون إسراف أو تبذير. الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. ونساهم بترشيد استعمالنا في الجهود التي تبذلها الجهات المختصة تحت الرعاية السامية لمولانا أمير المؤمنين من أجل المحافظة على الثروة المالية وصيانة مصادرها ومواردها وتوفيرها للمواطنين. ولنتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة فقال: سقي الماء، وذلك لما فيه من سر الحياة وإطفاء ظمأ العطشان وإنقاذه من الهلاك. ومفهومه أن هضر الماء وإضاعته لا يحل ولا يجوز لما فيه من الإضرار بالنفس وبالغير، فبقدر ما يقتصد المسلم في استعماله يوفر الآخرين حاجتهم فيه. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا فضله وآمانه عليكم واشكروه على نعمه يزدكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على ملاذ الورى وشفيع الأنام في الموقف العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بعض الصحابة أجمعين، خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل الله من قلته امر عباده مولانا امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع به رايه الاسلام والمسلمين. اللهم احفظه بالسبع المثاني والقران العظيم، واجعله في كتفك الذي لا يضام، واحرصه بعينك التي لا تنام، وعقر عين شبابته بولي عهده صاحب السمو الملك الامير الجليل مولانا الحسن الثاني، وشرط اجر جلالته بشقيقه الزعيم صاحب السمو الملك الامير المجيد مولانا رشيد، وبباقي افراد الوساطه الملكيه الشريفه. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، المتعرضين لكرمك، الواقفين ببابك، المضطرين إلى رحمتك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وسائر موتانا
لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.